مش فارق من هلا بس الحبيب يا رب اسحبها اسحبها لا 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 لحظه لحظه لا خلص اسحبها هيك فيك تسحب We're not supposed to be doing 20 yet Hola يلا سلام عندي طلب يا دليفري راح اوصلك حبيبي هل بستك لك شيء هذه الثانيه هي سمحت لك انا صار عندي هذا بس شوف ثانيه ما تستخدمها ما ادري ليه ما تستخدمها انا قاعد بستيت برا مش هون ما تعمل ما بتعمل انا شو بدك تعمل انت عندك كل الحقوق كل حقوق لا بهذا هو الشغل تحت الشبه ورماني يا ولا ايش ده هون عم بعمل أكثر من هيك؟ يلا جرب خذ لك لفة تعال ها؟ خذ لك لفة لا يا حبيبي أنا عندي بستات برا بشتغل عليها اتلا يحيى الفرج لا أنا مش قدرانة أقلق عليها ما تقلق بس جلسة ما بعمل هيك؟ ايه خلص ثاني عندك تطلبيني الحين $5 سهلة صف واحد $5 نسوي ستريتش نعم وقت ستريتش مش خلينا نفكها لأنه ما حدا من الهودي بيقدر يفكوه كلهم اسم الله صار عشان طول باش بس فيك جيب معك البنش مش البنش الستول الكبيرة كرسي عمول معروف كرسي كبيرة أيوة يلا ما تجر أجر عزيز ولو كل شيء مرة ندلك عضليتك أوكي تبغى اسوي فيها ابو شب ولا انت جاهز؟ خلنا نسحب من الملاهي خلاص مين جبنا واحدة؟ اسرع طبي شوي بس ما عم تعملي صح معك حق بس هيدي بس هيدي بس هيدي؟ بعد هيك احنا روح ما شقال حد وانت اصلا ما عم تعمل صح هيدي كمان الشباب عم يعملوا صح وانت ما عم تعمل صح شفتها يلا شفتها يا باش بس برام الظهرك لا صرت عم تعمل عليك على الحي الله ما في تركيز بالمره بس تقلك بس تقلك تركيز صفر تركيز جورج صاير احس اني اضايق من عضلاتي ما ادري ليش لا بس هيك بين عبد العزيز هيك مبينين عبد العزيز برا عم تقول لك مبينين لك عبد العزيز مش طلع عبد العزيز صار في عضل ايوه عبد العزيز ايوه عبد العزيز ما عنده اصلا عضل عبد العزيز صار في عضل ايه ها؟ اكيد يا جورج تعرف التمرين لا دور مو السفر عمره ما يسوي عضلات he launched three now but he's gonna get himself so ضايق من عضلاته he's gonna be a rock star oh okay so لا بليز بليز لا توقف جنب عضلاتي بس maybe it's today no he can wait okay he can wait اقول له بليز لا توقف جنب عضلاتي اساس انا قاعد لا بس مبينين عندك عضلات صار عندك عضلات مره سبع ست مرات خلاص هذا بس بين الشباب هو انت إذا نحن طلعنا عضلات إيه بس حلوين نايس في واحد من الثنتين يعني جايز بس خلينا نعمل ستريتش شباب كونتير ستريتش شباب كونتير ستريتش يلا شولدرز وتشست اعملوا ستريتش لهم يلا جورج يو نو وين ماي ارمز ايوه يحيى ايوه اوف كورس بيكوز ذا موست از ذا شو ذا لايك فاعل مش لايك بس شو يلا ما بيتلف اوكي I we put the weights back. Yeah. No, but I mean even when I'm just dancing on my own. Oh yeah, when you move, And my arms move, there's a completely different movement, and it's easier and everything. Of course. But they don't show if you don't have the muscle to let them show. Yeah, that's ما بقى في سبايدر مان فرجينا اياها هلا صارت تمشي حافي البنت حطبت لي اياها حطبتها صارت تمشي حافي ولا تفرجينا سبايدر مان ولا شيء طلعت ثاني بس طلعي طلع كبير شو لانه هو اللي عطلك عشان كذا جايز اعملوا ستريتش يلا كنت عامل ستريتش الظهر ولا لا فكر احب انا ما قلت لك شغل سوى فرجل البنت كذا انا رقبتها افصلها فرد مرة عصبي ومار ما بتمرق حرام تعرج يعني فرد مرة ما تعرج نخسر ونوديها مستشفيات وندفع حق مدري ايه حرام طقة دغري طقة ايه صح بيبي؟ ريلي بيبي؟ اوكي بيبي يلا ستريتش ايفري ون ستار
نفسه هيدا. أو بيبي برافو يا شباب، خلاص كثير مرتب هيك، برافو. يلا يا شباب، يلا يلا يا شباب. سو مين حاسس حاله راح اشوفه الليلة؟ انت؟ لا مش انا. ليش زرت روحك؟ ان شاء الله مش انت. مين حاسس؟ ما اشوفه اليوم. انا حاسة. ان شاء الله اليوم يلغوا، ما يكون في نومينيه، مش منيحة. جورج انا متشائم. الاسبوع اللي فات ابراهيم حطني في التوب 3. وطلعت من ليلة سمح مع الاسف يعني. والمرة هذه ما حطيت في التوب 3 عشان كذا. حطيت توب 3 كمان. اخ. يعني ما ادري شلون هذا حطك بالتوب 3 بس لانه انا ما كنت لو كنت انا ما اطلع بالتوب 3. البنت هذه لازم ترجع لتركيا مره ثانيه عشان ليش تبعته تركيا تتواضع شوي او سنغافوره تتواضع شوي لا انا متواضع على شباب متواضع على الصين على الصين ايوه بعد الصين ترجع متواضعه جدا بس عبد العزيز قام بمزح كثير لعبوا تيبل تنس؟ واو فزت لجامعة ايه؟ واو كيف حالكم؟ لعبوا تحدي صرت تحدي جامعة انا جامعة الاتراك من اوروبا يعتبر يا جورج صح؟ حطي لك اتراك اوروبا هني خليط ما بحب حطها هني خليط جورج هني عندهم الميلتين اه هني خي هني فتره هلا باوروبا بس هني عندهم الميتين اللي بيعملوها هني عندهم العرب وعندهم عندهم ميتين ما بحب حط ثلج هو بالاول قال جورج قال لي امبارح تحط ثلج ما بحب حط ثلج بزعجني الثلج على اه لانه بزعجك ثلج هلا اليوم انت ورث بتصيري اضرب ما بدي حط ثلج بتصحي وبدي ضلني حط عليها مشروب خمس دقائق 10 دقائق وشيك بعد ساعتين حطيها 10 دقائق حطي ثلج بس ليش اذا بدك تشرب لك بس تاكل دغري تحمى تصير تورا 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 دغري لازم تحطيها لساعة على حتى ما تورا ما تقعد تضرب 20 امبارح كنت على اساس بدي اعمل معكروني بلحمة بدي اجرب انا ولا مرة عملته ما جابوا لي رب البندورة قلت شو عملت؟ جبت لحمة قصيت بصل وثوم وبيض مع بعضهم وبندورة وبيضة لحمة يعني كثير طيبة بيضة لحمة بس طيبة وكلهم قالوا انه طيبة والله قول حدا بالبيت نعملها شو مين ما كان بيعملها طيب روح اعملها انا بعملها وانا حدا بالبيت اكل بياكل هيك ما بعرف اعمل بيض بلحمة جورج شي 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 فيها على الاخر اوكي صحتين لا سهل الموضوع بيض لحمة لا سهل اهي لا بدك تعرف بدك تعرف كيف بدك تترك البصل بتقلي يوم شو البصل بحط لها شوية لحمة تحط البيض فينيش تابعوا الكوتش جورج في مطبخ شيف وفنان اليوم فيك تحرق البصل فيك تحرق البصل فيك تزود الزيت فيك تحرق اللحمة مثلا مزبوط بدك فيك تطبخ أكثر من زوم بزيت مزبوط مزبوط فيك تطبخ بدون نظافة كمان طباخة اه والله اسمح لي شو بتعمل شو بتعمل بس ما عندي اكل بنحط بنسرق اول شيء اكل انا وابراهيم بنجيب شو بنسرق اكل لحظه بس مداخله بسيطه بنسرق الاكل لما نسرق العجوز عملها باش ما بناخذ اللحمه بنقطعها وبنقطع البصل صغير هيك بنقطع الطماط وبنحط الزيت وبنحطهم وبنعمل لهم هيك 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 حار كمان ايه حار بنعمل لهم هيك ومصر وبنعمل لهم هيك وبنحط هذاك لا تقول امبير ليزر بيس وعندك شو بالخلطه السحريه سبايسز وبنحط بعدين البيض خلص بنعمل لهم هيك وبناكلهم كل الاكل بيض بس يقول لك الطبخ في صعب على الاكله نفس الطبخ نفس صح ولا لا؟ لا هو البيض منه مشكله بس ما تقدر تجيب صفات يعني اذا عطيتوا كثير بيض شو كنت تعملوا؟ سيبريت يعني تقول انتم من اشخاص عم تعملوا طبخه لكم لازم يكون في 8 او 10 بيضات ماكسيموم صفار بالطبخه بياض قد ما بدكم فجيبوا البيضه فشوها من فوق بس راسها نزلوا الابيض والاصفر خلوه جوا كبوه هتقوم لي يعني كبوا الاصفر بس كلوا 10 صفار بس عليكم كلكم وكلوا بياض قد ما بدكم حطوا 20 30 بياض ما بيأثر بس ما تحطوا كثير صفار وما بتحسوا كثير بفرق لانه هو البياض هو الاطيب شيء والبيض مش صفار لا بس انا افيدك يا جورج بس مداخله بسيطه يقول لك الطبخ نفس صح؟ نفس ايه ابراهيم يكون يطبخ تجي بس ما تتنفس شويه بس اه بصير اطيب هذه المهنه الاولى المهنه الثانيه